السماء. Oh,
على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية كلكم مسؤولون عن استمرار هذه الدعوة المحمدية كلنا ونحن الجميع مسؤولون جميعا في استمرار هذه الدعوة وفي نشر ونقل هذه الوراثة المحمدية هذا العلم فماذا الواجب علينا جميعا عليكم خصوصا الطلاب والطالبات عليكم الاجتهاد في تعلم أي معرفة في الدين يجب نشرها في الأمة المحمدية فإذا تكاسلتم عنها يتأخر الجيل الذي في المستقبل الأساتذة الواجب عليهم أن يجتهدوا معكم يجتهدون في تدريسكم وفي إعداد أي شيء تحتاجنا إليه من أجل طلب هذا العلم من أجل تعلم هذه العلوم الشرعية هذا الواجب علينا فهذا العلم وراثة وكل واحد منا يعرف كيف يترك الأب الإرث لأبنائه فالأب الشفوق على أبنائه يجمع الكثير من الأموال حتى يكون إرث يفرح منه ورثته من أولاده وأبنائه هذا إذا كان الإرث في صورة مال ولكن هذا الذي نجتهد ونشتغل فيه وبه هو أفضل من بعد هذا الإرث النبوي الذي نريثه من آبائه من أبويا السيد محمد مالكي والكياي زاهد وأبويا الحبيب حسن وهؤلاء العلماء هؤلاء المشايخ ورثوا هذا العلم عن مشايخهم وهكذا أبا عن أب كابر أن كابر حتى ينتهي هذا الإرث إلى الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإرث هذا العلم أفضل إرث أفضل من مال طبعا بكثير فالذي الذي يحب أولاده الذي يحب أهله والذي يحب من سوف يأتي من ذريته يجمع هذا الإرث كثيرا كما يجمع أهل الثروة الأموال كثيرا ويجتهدون لذلك فأنتن كذلك اجتهدنا أن تجمعنا الإرث بالعدد الكثير الآن مشايخكم موجودون هذا الكي أستاذ سيف المصري موجود تستطيعنا أن تتعلمنا منه ومن مشايخكم وأساتذتكم كل شيء الذي تريدنا من هذا العلم تجمعنا كثيرا حتى إذا جمعتم كثيرا يفرح منه الذي سوف يأتي من بعدكم من الجيل في المستقبل فهذا الذي تجمعونه الآن سوف ترثون به من بعدكم من الجيل فإذا جمعتم كثيرا
يكون رزقكم لهم كثيرا، فإذا ما جمعتم إلا قليلا فنصيبهم من هذا الإرث إذا قليل كذلك. ذلك من أحب أولاده وأبنائه وأهله وذريته لا بد أن يجتهد في طلب هذا العلم، يجتهد في حفظ المتون، يجتهد في المطالعة. ولكن أفضل ما يلزم الطالب أن يجتهد هو أن يجعل علمه مباركا، لأن العلم مهما كان قليلا أو كثيرا إذا بورك فيه هو الذي سوف ينفع صاحبه. وبالعكس العلم مهما كان كثيرا إذا لم ينفعه الله بعلمه فلا يستفيد من علمه إلا التعب والنصب. اجتهدوا أن تجعلوا علمكم مبارك. بماذا؟ بالالتزام بالآداب، تلتزموا بآداب طلب العلم، خصوصا في بتعظيم وباحترام وتوكير المشايخ والأساتذة وبخدمتهم. هذا أعظم باب في بركة العلم، اجتهدوا في ذلك. فإذا اجتهدتم فما قرأتم وما استفدتم من هذه الدروس قليلا أو كثيرا هذا الذي سوف ينفعكم جميعا وينفعه من يأتي بعدكم من الجيل في المستقبل إن شاء الله. ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم جميعا فتوح العارفين، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من علمائه العاملين النافعين عباده الصالحين، ومن ورثة سيد المرسلين إن شاء الله، ممن نشر هذا العلم وهذا الدين وهذا الخير وهذه الدعوة جيلا أن جيل حتى تقوم الساعة إن شاء الله في العافية. وأن يحفظنا وإياكم الجميع من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا وإياكم من جميع المعاصي والمنكرات ومن جميع المخالفات، احفظنا وإياكم من جميع المصائب والأسقام الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، افتح لنا ولكم أبواب كل خير من خير الدنيا والآخرة، ويلهمنا وإياكم الرشد ويرزقنا وإياكم الثبات، ويطيل أعمارنا أعماركم وأعمار مشايخنا ومشايخكم وأساتذتنا وأساتذتكم. أبويا الحبيب أبو بكر وديجة هندوان، أبويا سلاح مالكي والحبيب زين بن إبراهيم سمين وكيل جديري، وجميع علمائنا ومشايخنا ومشايخ الإسلام المسلمين في صحة وعافية في طاعة ونفي الأمة. ونسأل الله أن يرزقنا ويلهمنا برهم ويجعلنا كرة عين لهم. والله الله في الوسائل الإعلامية بجوال متصل كل شيء هذا اجتنبوه، فإنها فتن شياطين هذا العصر، اجتنبوها كثيرا حتى تثبتوا في هذا العلم، حتى تثبتوا في هذا الميدان. فإذا تزوجتم ودرستم خذوا ما شئتم من هذه الجوالات، ولكن الآن ابتعدنا من هذه الجوالات من هذه الوسائل، فإنها خطيرة وفيها الضرر عليكم كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من شر الفتن ما ظهر وما بطن، ويرحم مشايخنا ومن شر مشايخنا ومن أبي سيد محمد بن علي المالكي الحسن وكي زايد وأبي الحبيب حسن بحر الجميع علماء ومشايخ تنكينا ومشايخ بتو أنفر ومشايخ هذه المنطقة وجميع علمائنا وسائر الأولياء الصالحين والعلماء العاملين، وأن يرزقنا برهم ويجعلنا كرة عين لهم، وأن يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. الله بحق الفاتحة ما فيهم أسرار ما فيهم أطاب بحق من أنزلت على الفاتحة وبحق من تلا هذه الفاتحة بحق من أودعت فيه أسرار الفاتحة تقبل وأنا فوق ذنب ونسل وبعشات وذورنا وبناتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة يمكن أذب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير الحق وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى ونقف تعالي ما خير البشر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى.
رحمة يذوب على راحتيها الحجر، فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون ويزكو أثر. إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى أجرنا المدخر. إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دينا السلام انتشر. إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دينا السلام انتشر. طريق الدعاة جارت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر. إلى الله حتى ونبصر دين السلام انتشر. طريق الدعاة جارت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر. الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري. أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر. أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر. أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد روحي في سائر العمر. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري.